المباراة القادمة لفريق الوداد الرياضي المغربي وفريق الهلال المصري في نهائي دوري أبطال أفريقيا في قمة عربية قوية. لكي تشاهد المباراة ما عليك فضل الله تضغط زر لايك والاشتراك بالقناة، وشكرا لكم. ملعب المستضيف لهذه المباراة ملعب استاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء. أما بالنسبة لتوقيت المباراة سوف يكون في تونس الساعة 8 بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، والساعة 9 بتوقيت القاهرة، والساعة 10 بكل من توقيت قطر والسعودية والإمارات. أما بالنسبة للقنوات الناقلة لهذه المباراة قناة بي إن سبورت بي إن إتش دي وان، وأيضا بي إن سبورت 3، وأيضا المغربية الرياضية تي إن تي الناقل الحصري لهذه المباراة. وسوف تلعب المباراة يوم 30/5/2022 كما يظهر لكم حاليا في الصورة. نتمنى لكم فرجة ممتعة، ولا تنسوا دعمنا بالايك والاشتراك بالقناة وتفعيل خط الجرس على الكل لكي يصلك دائما المواعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة، ونتمنى الحظ الموفق للفريقين في هذه المباراة القوية.